عدنا لكم أعزائي الطلاب التوجيه السنة الجاي الأول ثانوي هسة، ولكم مع الأستاذ أنس لبلوى على أقوى صفحة توجيه في الأردن، صفحات تدريس اللغة الإنجليزية. الأستاذ أنس لبلوى لكل ما يتعلق بالطلبة المقبلين على التوجيه. اليوم رايحين على نيو جرامر، قاعدة جديدة في منهج الأول ثانوي، تجيك في امتحان الأول ثانوي مطلوب منك في التوجيه تحت مسمى واحد ذا. بدي تركزوا بالله عليكم يا جماعة، بدي أتعب بالله عليكم تركزوا، واللايك والشير جربوا شو مالكو، وخبروا بعض بالمحتوى القيم الذي نقدمه إن شاء الله. ذا سمبل بريزنت، حالة الباسيف فويس وليست باسيف، هي مش زي باسل، لا باسيف فويس. روجو واستاذوا يا طلابنا الأحبة، قاعدة جميلة ومعنا في التوجيه كمان مش بس بالأول ثانوي، المضارع البسيط حالة المبني للمجهول، وكيف نتعامل معها عندنا طريقتين. الطريقة الأولى كيف نميزها في الامتحان، نميزها في الامتحان إذا بلشولي بالأوبجكت. What do you mean by the object؟ المفعول به، يعني بكل بساطة بقولوا لك لانا بلايز فوتبول every day على سبيل المثال، وميزناها من كلمة مين، ها فوتبول. جميل، كيف ميزتها؟ تكرار للمفعول به، وأول الخطوات حذف الفاعل السبجكت، لأنه زيها زي العربي كسر الولد الزجاج. كيف العربي بتصير مبني للمجهول؟ كسر الزجاج، كسر الزجاج نفس الشيء. كيف بنستكشفها؟ تكرار للأوبجكت للمفعول به، أول خطوة أسهل على حالي بحذف الفاعل وحذف الاسم المكرر. طيب بعدين لازم يا جماعة الخير نكون عارفين انه في حالة المضارع البسيط طريقة الحل فقط تكون على النحو التالي، نرفق is لا singular لا المفرد، ونرفق طلاب النجحات والنجحين are للبلورال للجمع، ونرفق am اذا كان ال موجود عندي I بس. تعال نتطلع هون لو سمحتوا مع بعض، لانا بلايز فوتبول، فوتبول is بلايد، مباشرة بننزل التصريف الثالث للمين فيرب للفعل الرئيسي. طريقة الحل مباشرة is are am والتصريف الثالث، is are am والتصريف الثالث. كمان افرض حكولنا كالتالي، هيا usually uses my phone، وبلشوا لنا يا طالبات ويا طلابي بmy phone. What is the solution here؟ يلا شو اللي عرفني كيف عملت exploring للجرامر، يعني اكتشاف للقاعدة، يا إن شاء الله أوائل في التوجيه بإذن الله أنتو. يلا يا 2007، يلا يا 2007، نيجي من الأوبجكت عرفنا، وعندنا هنا إيه subject، احذف احذف للمتكرر هان بديش إياه. عندك أنت المين verb الفعل الرئيسي uses my phone is، ودائما دائما 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 حتى بالتوجيه كل حالات المبني للمجهول بنحول المين فيرب الفعل الرئيسي لباست بارتيسيبل لا شكله الثالث، والتصريف الثالث من يوز كونه ريجولار فيرب فعل منتظم يوزد. هسا لو بدك تكتب لي باي هيا، انا عندي بالتوجيه مش اشي كثير مهم، لكن يجوز تكتبهم باي. وبالتوجيه بعلمك في عندنا درس اسمه الديريفيشن الاشتقاق، اننا نضع الادفيرب الظرف الذي ينتهي بالالواي between the helping and main verb بين الفعل المساعد والرئيسي is usually used.
نعم. انت ايش لازم تفهم اليوم؟ بس انه اذا عندي مفرد is are am والتصريف الثالث فقط، هذا هو المطلوب منك في منهج الاول ثانوي. is للمفرد، are للجمع، وام للاي والتصريف الثالث يا طلابي الاعزاء. وياريت ما ننسى ننضم لجروب التليجرام ورقم الواتساب في الاسفل للاضافه، وان شاء الله الاستاذ انس البلو معكم، لانه الانجليزي ما بزبط الا اونلاين، اذا ما بتكون اونلاين بتكون اوفلاين ومش على اي بطاقه بطاقتنا لانها الاعلى متابعه. هذا الكلام ان شاء الله يبدا وتبدا دورات التوجيه رسميا عندي الدورتين، عندي دوره اولى بتاريخ 1/5 للناس المتحمسة للناس القوية، وعندي دورة أخرى ب 15/7 اللي بدكم تعرفوه وتحطوه في بالكم إنه أتحدى الجميع. دوراتنا الأونلاين هي الأنفع والأكمل، وألوف الطلاب بإمكانك توقف أي حدا بالشارع وتسأله عنها إن شاء الله. الآن بدي أنا طالباتي وطلابي نورجيك، وقبل ما نأخذ أمثلة، الشكل الثاني لهذه القاعدة اللي هو إذا إجاني على طريقة correct the verb between the brackets، صلح الفعل ماذا بين الأقواس. يعني لو اجوا حكوا لي كالتالي my book by Jack every day read Steve by Khalid each year the car every morning. بالله اللي ما اشترك يشترك، وياريت نخبر أصحابنا وأصدقائنا على إنه هذا الأول ثانوي هو تأسيس حقيقي للتوجيه. يحضر ويتابع ولايك وشير، خلي الكل يستفيد إن شاء الله. The car every day ووش. كيف بميز المبني للمجهول في هذه الحالة؟ رقم واحد، إذا كان عندي قبل الفراغ non human غير عاقل مفعول به، أو كان عندي بعد الفراغ by زائد اسم أو ضمير. طيب هون ما اجانيش غير عاقل، اجاني اسم انسان لكن اجاني باي زائد اسم او ضمير. هون اجاني قبل الفراغ غير عاقل، السيارة غسلت مش غسلت هكذا. نعم، فبنيجي طالباتي وطلابي على طول بنستخدم القاعدة علمتكم اياها از او ار او ام والتصريف الثالث. My book is read، تصريف ثالث. Steve is visited. The car is washed. واموركم استقلالة، بدي احط لكم واجب تحلوه. والان احنا كل يوم عندنا مقطع وحصة، اما حصة طويلة او حصة قصيرة. الحصة الجاي اختتام قواعد الريفيجن، ونبدأ بال first text with us.